السلام عليكم، يا مرحبا الساعة، يا مرحبا مليون، يا حيهم ذا الحلقة هاي. طبعا مش دائما، توي اكتشفت انا كنت اتابع نستعمل بطارية واحدة مع الهواء زين، واللي هو عندنا نحن بطارية وايد وتناكي ماي وايد، ترى مش شوية بس الاحتياط واجب، ما تعرفوا متى كارثة تستوي، احتاط افضل. يعني الماي الحين نحن كافي وزيادة، بس قاعد اسوي احتياط زيادة. ليش؟ انا افكر فيها، اذا نحن يا جماعة الخير طبعا الطالب الحين بيرجس زيادة، ترى ان شاء الله بيو، بس خلونا الحين بس السامان هذا يروح. خلنا سرع. قامت تستوي امبراطورية على فكرة، زين. بس الحين شو السالفة؟ اذا المراوح ما قاعد يشتغلون ما ظني في انتاج فعلي. هذا قام ينتج، قام يعبي، وهذا بعد يساهم في تعبية ذاك، ترى ان هذا مو بيعبي لين هذا يعبي فل. بس اذا هذا عبى فل معناه الامور طيبه، ترى عندنا شيء زياده، عندنا واحد فري، يعني كل حد مفروض يكفي اللي عنده. الحين اللي اباه من تريد شيبس، اذا حصل تريد شيب عندي فلوس، ابى اخذ دريل اربط اللي هو الحفار. الحفار بيكون شيء مساعد كبير بالنسبه لنا الصراحه، ممتاز. بس هذا لين يروح هذا، على يوم تجهيز للسياحة. اليوم اخذنا تجهيز، اذا قدرنا بنحط سوالف سياحية بعد. على فكرة البيولوجيست اللي عندنا ترى كفاية، يعني ياس يسوون الشغل، بضغطنهم شوي، فبطلب 4 بالكثير نشوفوا شغالين عليهم. نحن ناس نسوي وايد اصلا، بس اذا كفو كفو والله. بعد سنايدي مو فيك حيلة، ساند ستورم از ابروتشنج سون، ووتر ستورج از لو، ووتر ستورج ازلو اللي هو هذا اظن، لان الحين الماي شوي نزل. اوه انتاج الماي عندي شوي راح، ما عندنا ماي. يمكن هذا بسبب شو اسمه اصدقائنا النباتات مش محصلين ماي، ولا يستعملون وايد ماي الصراحه. شوفوا بالضبط هاي اللي يستعملون وايد ماي. خلينا نعطي اولويه حق هذا. انا اولويه كل شيء في الدنيا عندي اولويه، خاطر اعرف شو اللي عندي مش اولويه. انت روح هذا ولا ما روح. اوكي، ابا بيولوجيست. انا كم واحد عندي الحين؟ 22 4 26 وايد بعد، لان الحين هاي محافظين عليهم كبيولوجيست، محافظين عليهم الصراحه. زين الحين شو مشكله الماي؟ عندنا اندر برودكشن 3. هذا منو قاعد يصلح؟ خلنا نشوف لحظة. كونستراكشن بوت، والله شغال كونستراكشن بوت وايد حلو، وكلهم يجون هني، بس عند الريبير مالهم اللي هني تذكرونه، بس يجون هني. حتى بوت وركشوب ما نسوي كارير نحن حتى. شو رأيك نبطل البرودكشن؟ أشوف إذا بيسوون. خلنا نبطل برودكشن. أيوة فتحت الأخمار الحين شغالين، بس ما يشتغلون دائما ترى، يعني في احتمال في لحظة من أدري إنه ناقص ماي، ترى شو أسوي يا جماعة الخير؟ يعني خلاص بتعدلونهم، بيرد إنتاج الماي، وبنسوي تناكر جديد. بس التناكر اللي عندي ما تكفي، لازم أسوي تناكر غير. التناكر اللي عندي ما تكفي، بس وين أحط تناكي؟ والله هذا مكان رومانسي استوى، أحاول أعبي أنا فراغات الحين. والله حاول العب بفراغات، تراني مكدر الزحمة، معنا انا اتوقع انه غلط، المفروض ما اعبي فراغ لانه بيسوي له مشاكل عقب. ابا تنكي ماي قريب، هذا زين، هذا صوب المخرج ما عنده شيء. انزين اذا هاي اللي بنو عندي الحين، شو اللي بيستوي؟ بندنج وان ريسورس الحين بي كونستراكتر بالتظني بنستوي. شوفوا المخارج هاي والله تخدم خدمه مش طبيعيه، لازم مخارج. اذا تبنون في لعبه نفسها لازم تسوون مخارج عدله، لو ما تسوون مخارج عدله والله توهقون. انزين كم بيرجس وصل عندنا؟ يانا شيء 22 24 اطرب 2 غير، اظني وايد عندي.
لان المخزن لازم يتعبى عندي، اذا المخزن انا ما اشوفه يتعبى بزعل، لازم هذا يستوي فل، اني احتاج اسوي واحد ثاني. هذا almost full، هذا almost full، دائما almost full. بس خلاص ما بطلب اي عمال زيادة، ممكن اني اطلب workers، بس workers ما احد احتاج هالكثر workers. لا احتاج انا تريد شيب الحين، تريد شيب يجيبلي دريلر بوتس، نبغى دريلر بوتس زيادة، لان انا اصلا عندي في السيستم بوتس، تراني عندي 9 اللي هم، نروح الانفورميشن، عندي 3 دريل ما بيشتغلون 24 ساعة، ترى ما في شيء يشتغل 24 ساعة، حطوا شيء ببالكم. الحين بعد اجرب اني اسوي بوت من يسار، هذا اذا حصل خطأ غيار خليه يسوي، اذا حصل خطأ غيار خليه يسوي، زين بيكون وايد وايد زين. ابا البوتات اللي عندي ولا الروبوتات اللي موجودة تغنيني عن اسمع الليزر، بس كفو عليه والله. زين يعني انت بنيت هذا بدون هاي، ترى مو من ابوه فايدة. بعدين نبى ماي، نبى ماي اللي هو انتاج عندنا استوى ضعيف، شوفوا انتاج مقارنة بالهذا، حسب شي التناكي مو قاعد تتعبى، شوفوا. زين كونستراكتر لا، كارير لا، اخذ اروم، اخذ الاثنين والله. هذا الريلربوت موجود، كونستراكتر نشوف دريلر بوت بروحه 330، اوكي انا عندي وايد موارد، خلينا نحط لهم كم عندي فلوس، احط فوقه حق الريبيرز، حق سوري حق الريبيرز، نحط كونستراكتر بوت اولويه. زين بس بس 10 هني، ما يروم يشل، الموضوع مش في السعر، الموضوع ما يروم يشل. زين خلينا نشل فلوسنا عيل، نتريى اللي بعده، لان هاي الاوريدي انا ممكن استغني عنها، عندي انتاج قوي طبعا، ما بعطيك زياده يعني. باخذ واحد دريلر، باخذ واحد، خلي اجرب ناخذ هذا وياهم، ما يشتي مساحه واحد، خلنا نرجع هذا الكارير، مساحة واحد ما يطيع، خلاص روح بناخذ من اللي عقلك، عنا السامون وايد، شوف كيف قاعد يتعبى الحين. الحين وقت بيع، كل ما يجيني شيء نبيع. عندي تقريبا لحظة، هذا ليش تعبان؟ رقاد بس، اوكي بيرقد الحين بيشتي، اوكي عندهم كل شيء، عندهم تلفزيونات، عندهم دنيا، عندهم يعني اشتغلنا عليهم شغل، بس نحن الحين شو نتريه؟ انا اشوف الصراحة مش عيب اني وضع هذا، بطلب اثنين غير، خلينا باي لجست غير اثنين، نبغى باي لجست. اوكي الحين استوى عندنا دريلر بوت زيادة، معناه انتاج الحديد لازم يكون زيادة، معناه الوركر بيفضل اكثر انه يصير يصنع حديد بدل ما الوركر يصير ينقب ولا يصير يدق حديد في الارض، واللي هو شيء بيفرق ويانا وايد. اظني انا اكثر شيء شفته الثلاثة، اظني اكثر من ثلاثة اصلا ما بيدخلون المكان هذا، وين صار؟ المهم عندي هذا ان شاء الله، يعني شبه واثق انه بيسوي شغل زين. الحين هذا اوكي، هذا مبنى، اوكي هذا مبنى وشغال، وبعد الانتاج عندي تعبان، لازم واتر اكستراكتر ثاني، اقدر اسوي زحف هني، ازحف من هايل وبعدين اجيب هني، انا اسوي هذا هني بعدين اجيب هذا هني، هي يستوي هذا حق المستقبل، بس الحين لان هايل ما بيلحقون يتعبون، شوفوا ما يلحقون يتعبون، نبى واحد زياده يزيد انتاج المويه شوي، على اساس انه لو نقصني مخزون بينقصني واحد اثنين يعني. روبرتايزيشن ليس رايت كليك تو ديسمس تريد شيب، اوكي عزيزي تريد شيب، ابلي ريدي ابلي كونستراكتر،
زين ورد يابري هذا. انا ما اظن اقدر اخذ اثنين، بس شوفوا نعطيه 10 هني 20 هني فل، هو خلاص هو فل. نعطيه فلوس، نعطيه 10 هني، ما بيشيل زيادة مني، ما بيشيل اي زيادة مني. كونستراكتر بود فاليو 200، بس ليش هذا اغلى؟ ليش هذا اغلى؟ سؤال جميل صح؟ هذا بلو اشوفه، بناخذ الاغلى ما عليه، البطرانين بناخذ. زين بناخذ الميديكال سبلايز مالنا مرة ثانية، بنعطيه فلوس. اوكي شوفوا استوى لنا كم دريلر بت الحين، 5. المفروض الشغل عندنا 200 200 الحين في الحفر، كم مليون اور مفروض ينا. بس الاور نستعمله وايد يعني، مش نفس الستارش. ستارش احس انه ما قاعدين نستعمله يعني، عندنا انتاج وايد بس للبيع. يعني شوفوا انتاج ستارش هو لانه جالس يعبي المخازن، لدرجة تفكر انه بنحتاج نعبي مخازن مرة ثانية. هذا الموضوع ثاني بعد. زين اوكي الحين استوى عندنا انتاج المي اظني ممتاز تقريبا، بما انه هاي قاموا يتعبون. شوف كيف يعبيهم، يغطي نقص الانتاج في الليل، هذا اهم شيء. يا فران اوت اوف سبيرز، شوفوا اذا ما تقدرون تسوون سبيرز فانتم منكم فايدة، ترى كل بو حديد وهذا ترى، بس وعندنا وايد. لا يبالنا حديد اكثر، يبالنا حديد اكثر، يبالنا ماين. اوكي بسوي ماين زياده، بشوف كيف بيمشي الوضع بعد الماين هذا. اذا استوى وقت في الحلقه بحط اوه مكان، والله انه رقم واحد، والله انه مكانه رقم واحد، والله انه مكانه رقم واحد، فول جوه فول. انزين احنا شو طالبين منهم؟ دون ماي يعبي التناكي 100%. اوب كفو والله، والله النذيب هذا. انزين نسير هني، ترى البتري ما قاعد احاتي وايد، فما قاعد اركز اني اسوي طاقة كثر الماي. ترى انا حاليا مطفر بالماي اكثر من الباور، فيالس اسوي على الجوانب زحف. ليش؟ بحاول اسوي وصلات في الوسط بعد بينهم، على اساس ما توهق في المستقبل. تنقطع وصله من هني ترى كل الكهرباء والماء ينقطع عنك، يعني اذا هذا انقطع من هني الحين كلهم ينقطعون. فلهالسبب انك تشبك اثنين مرات فكره ناجحه. تريدنج شيب، زين تريد شيب شو عنده؟ مسدس اجريثم فاليو، ما ابغى والله. سبير بارتس التك اظني، التك محتاج سبير بورتس، انا ما عندي ولا سبير بورتس حاليا محتاج، بالاضافة ان عندي وايد هايل 60 310. خلي يزيدني فلوس. اوه انتبه مسدس، مسدس لا ما عندي فلوس على مسدس، لازم اذا باخذ عنه مسدس لازم ارجع هذا مكانه بعد، وخلي يزيدني فلوس. شو من كثر السامان اللي عندي، اعطيته 20 ستارش، 20 شو بيو بلاستيك، وفوقن حطيته كم؟ لا هو اعطاني فلوس فوقن، واخذت سبيرز ومسدس. وانا اوريدي اللي عندي شو عندهم؟ كم مسدس عندهم؟ 8 بس مسلحين، فحلو المسدس شيء وايد زين. هذا الحين كل الخطط ضد الفشل هاي اللي قاعد اسويها عشان منو؟ عشان حيث البيولوجيست ما حصلنا زيادة. ليش؟ في مشكلة عندي. 26 26، المفروض يكفي 26، وايد عندي 26. ليش ميون؟ ليش ما يسوون شيء؟ خلينا نسوي دورم هني، لان هني خلاص غير قابل للامتداد. لا انا اذا حطيت هذا هني انا بوهق نفسي، خلني احط هذا
هني وامتد من وراه، لان هذا تيسا نربد ما يستوي اوصل فيه شيء. يعني اذا ما حبيت عدل بوهق عمريان اني اهدمه لان اسوي شيء ثاني، ما اعرف ما اعرف. الحين احنا قاعدين نجهز للسياحه من اي ناحيه؟ حمايه الدفاع، وايد كهرباء صرفنا. شو السالفه؟ اختفت الكهرباء مالي كامل، بعد عندي 2 فل. شو السرعه اللي قاعد يعبي فيها؟ مش سرعه كافيه. منو قاعد يعبي قبل؟ انزين هذا قاعد يعبي. اوكي اذا قدر يعبيهم كلهم هذا الحين يعني ممتاز. عندنا شيء زياده هنا. اوكي ممتاز، نقدر يعبيهم. زين الحين بيشتغل يعبي منو عقبه؟ هذا. اوكي لازم يحط البطاريه زياده. منو هذا البنفسجي؟ فيزيتر. انا ما طلبت فيزيتر، انا مش حاط اصلا.